السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون تطبيقي فايت كنت نزلت لا فيديو الاولى اللي كانت اللي كانت توعويه تحسيسيه ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو في باغ دانفو وان شاء الله اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفه كوصفه اوليه وانطلاقا منها غادي نهضر لكم على آه يعني جميع الوصفات اللي ممكن ان السيده آه ديرهم للرضيع ديالها وتخرجهم من هذه هاد الوصفه هذه وان شاء الله كل وصفه غادي نديرها لكم غنديرها لكم على حيده ومن بعد غادي نجمع لكم الوصفات كلهم في واحد لا باش اللي بغى يشوف الوصفات كلهم في واحد لا فيديو آه تجي في آه سهله وبالنسبه لليوم غادي نعطيكم كما قلت لكم واحد الوصفه ومنها السيده غادي تقدر تبتكر وتنوع وتخرج بزاف ديال الوصفات للرضيع ديالها فاول حاجه بالنسبه للرضيع كما قلت لكم كنبداو التغذيه في سته اشهر يعني قل من سته قل من سته اشهر ما خصناش نبداو ليه التغذيه فان شاء الله ملي كيكمل للرضيع 6 شهور كنبداو التغذيه آه يعني الطريقه الصحيحه لبدايه التغذيه هي اننا كنبداو الاغذيه كل على حده يعني ملي تنبدا ليه اليوم نبدا ليه بالقرعه الخضراء او الكورجيت نأخذ هذيك الكورجيت كنسلقها في الماء ديك الكورجيت كنسلقها في الماء آه تنطحنها له وكنعطيها له اليوم يعني واحد ربع ايام كنعطي له الكورجيت بوحدها كدوز ربع ايام كنعطي له خيزو بنفس الطريقه واحد ربع ايام بوحدو كدوز واحد ربع ايام كنعطي له البطاطا بوحدها ومن بعد كنبدا نمزج هادوك الانواع ديال الاغذيه كلهم مع بعض عاد كنعطيهم له علاش كنديروا هاد الطريقه حيت يكون بعض الرضع اللي تيكون عندهم مشكل ديال الحساسيه وإلا جينا خلطنا كاع العناصر او الانواع ديال الاغذيه كلهم فما تنقدروش نعرفوا شكون فيهم بالضبط لدر اللي دار الحساسيه للبيبي وما تنقدروش نيفيتيو فهذه هي الطريقه الصحيحه باش نبداو ندخلو التغذيه للرضيع من بعد كنبداو ندخلوا أه المكونات كنمزجوها مع بعض يعني ممكن ندخلو بحال البطاطا خيزو والكورجيت نبداو بهم بثلاثه وكل مره كندخلو مكون من المكونات اللي غادي نعطيكم اللائحه ديالهم ف انا شخصيا كتجربه شخصيه مع أه الاطفال ديالي ما كنبداش ليهم نهار الاول الاكل يعني ديك الشوربه ما كنطحنهاش ونعطيها لهم هكاك يعني كناخذ غير, غير الماء ديالها بوحدو نهار الاول كنعطيهم غير الماء بوحدو باش كنخلي هذاك الجهاز الهضمي بحال لما تندير ليه واحد الصدمه بحال حنا في شهر رمضان ملي كنكونوا صايمين نهار كامل وملي تنجيو تناكلوا بعض الاطعمه اللي هي يعني تقيل على المعده اللي هي تقيله على المعده فكتجي بحال بحال واحد الصدمه فكنسبقوا الحوايج بحال الطميرة والحليب بحال كان كنجهزوها و تنعطيوها واحد الوقت فهكاك فكان فكنسبقوا لهذوك الماء ونهار ثاني ان شاء الله كنبداو كنعطيو الاكل وحتى بالنسبه للاسبوع الاول تقريبا كنبداو هذيك الشوربه كنبداو ديك الشوربه كتكون تقريبا سائله ما كتكونش ثقيله وحنا غاديين و فيها وحنا غاديين و كنتقلوا فكاين بعض الرضع اللي ما تيبغوش ياكلوا بالمعلقه كنديروا عليهم كنبداو بالرضع ولكن الا كان الرضيع اه متقبل ملعقه من العقم الاول فكيكون احسن لانه كيكون اسهل وكيكون حسن ف النقطه اللي بغيت نشير ليها هي مهمه ومهمه بزاف اللي هي ان الام ملي كتجهز هذيك أكلة أو كتديها الرضيع النهار الأول هي كيكون فيها واحد الشغف وهي شحال وهي كتسنى ديك ست شهور كل واحد كتسنى باش هداك البيبي تعطيه داك الأكل اللي نتا توكلو فكتجي أو كتصدم أن ملي كتعطيه الأكل مكيتقبلوش ممكن يسد فمو ممكن ديرولو ويردو ممكن يبكي فهاد النقطة مهمة بزاف في هاد المرحلة يعني راه شي حاجه طبيعيه وعاديه جدا ان البيبي ما يتقبلش لك الاكل نهار الاول وممكن نهار ثاني لانه مده 6 شهور هو غير يرضع غير الحليب فاكيد ملي كتجي كتعطيه هذوك كل... ملي كتعطيه ديك الشوربه كتجي غريبه وكيجي المذاق ديالها ما كيتقبلوش ف اشنو خاصنا نديرو في هذه في فهد... هذه المرحله خاصنا الطفل خدا معلقة وحدة كافية جدا خدا ربع معلقة مزيان ما متبزيش ما يعني انت كوني متوقعة ودير واحد ودير واحد الكميه اللي هي قليله بزاف يعني داك دوك دا الخضر قسميهم يعني ديري طريف من كل حاجه أصلا النهار الاول راه قلت لك من الاحسن انك ديري غير الماء الماء راه غادي يحاول يشرب فيه معلقه ولا جوج ونهار تاني ملي غتبداي لي بحال بديتي بالقرعه الخضراء كورجيت فديري واحد ربع د الكورجيطات طيبيها وطحنيها في في ذاك الماء فاش طابت تكون شويه تكون شويه جاريه واكيد كنزيدو ملعقه زيت البلديه اي ملعقه زيت الزيتون في الاخير ملي كنطحنو فكتعطيه كياخذ هي شويه ممكن ياخذ لك غير رصد المعلقه او ما ياخذش كاع فعادي خليه عاوتاني حتى الغدا عاد عطيه ومهم انك ملي تبغي تعطيه الوصفه ملي تبغي تعطيه تقدمي له هاد الوجبه ما ترديش وتقدمي له يعني ديري فرق بين الرضاعه وبين هاد الوجبه باش يكون الطفل يعني في مرحله ديال الجوع فهكا غادي يتقبل لك الاكل وغياكلو بسهوله يعني هذه المرحله مهمه بزاف اننا ما نبزوش على الطفل على الرضيع في الايام الاولى الاكل ما بغاش صافي نخليه حتى للغد لي آه لانه ملي تنبزوا عليه الاكل وقت ما جبتي له شاف هذيك لاكويغ وهذيك سوبيرا او هذيك جبانيه فاش درتي فاش له الاكل وجبتيه غادي يشوفو غيبدا يبكي وغيبدا يتعصب وغتولي عنده ديك ال... ديك الفتره ديال الاكل بحال شي حاجه مزعجه او فبالعكس فهذيك الفتره نبداو نضحكو معاه نبداو هذا باش تولي عنده شي حاجه زوينه ملي بدا يشوف الاكل جاي عنده يبدا يضحك ويكون فرحان فهذه نقطه بالنسبه هذه نقطه اولى بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي مهمة حتى هي أننا في الأكل ديال الرضيع ما نزيدوش نهائيا سكر وما نزيدوش الملح نهائيا فالطفل غادي يتقبل الأكل كما هو كما عطيته لي نهار الأول وغادي يمشي عليه مدة عام إن شاء الله من ست شهور حتى العام إن شاء الله غادي نستغلو حنا ديك, ديك الفترة اللي حنا فيها في الرضيع وتنقدمو له هداكشي اللي هو صحي وغادي ينفعو حياته كاملة نقطة أخرى أننا ملي تن ملي تنبداو كنبداو بالخضر أولا ما تنبداوش بالفواكه أه علاش باش ما يبداش بهاديك الحلاوة هي الأولى فنبداو ليه بالخضر وتدريجيا نبداو ندخلو لأنواع الخضر وندخلو معاها الفواكه اللي هي التفاح ونقاص أو بوعويد أو الإجاص وبالنسبة للموز هادو نقط مهمين ليهما هما خصنا نحترمهم دابا ندوزو للتطبيق اللي هو غادي نعطيكم واحد لائحة ديال الخضر والفواكه وانتم كتشكلوا بالطريقة اللي بغيتو يعني كتنوعوا تتاخدوا من هنا ومن هنا ومن هنا كتوليو فهاد فالطريقة سهلة جدا ففي الايام الاولى كيف قلت نبداو بخيزو والبطاطا والكورجيت بالنسبة للبطاطا نحاولوا ملي نمشيو للسوق نشريو البطاطا نشريو بطاطا اللي هما صغيورين بحكم ان البطاطا فيها النشويات بزاف فكت بحال تتسبب لينا في القبض باش نعادلو هاد هاد الوصفه وما تكونش دير لي القبض اول حاجه نديرو البطاطا نديرو كميه قليله وديما نديرو معها الكورجيت لان الكورجيت هي كت كتمنع هذاك القبض فكما قلت نهار الاول درنا بطاطا وخيز والكورجيت كنسلقوهم في الماء ملي كنطحنوهم كنزيدو ديما معلقه بلديه في الاخر ملي كنطحنو يعني زيت الزيتون وكل مره كنزيدو واحد النوع من هاد الانواع ديال الخضر يعني كنزيدو الجلبانه اللوبيا الخضراء اللوبيا مونجتو كنزيدو الخس كنزيدو المعدنوس كنزيدو لي زيبيناغ او آه يعني السبانخ كنزيدو البوارو او او داك البصل الاخضر كنبداو به حيت هذاك الاخر من جهه هذا كنخليوه حتى من بعد الا كانت البصله الخضريه كيكون كتكون مزيانه او آه البوارو يعني الكرات ولا ما كانتش كان واحد الطريف قليل من البصله الحمراء تكون شي حاجه قليله قرعة الحمراء بطاطا حلوة القوق بالنسبة البروكولي و... وليشو أو المكور و... واللفت أنا بديتهم في ثمان شهور غير نردو البال واحد الحاجة هما شي شوية تيديرو لي كاز فإذا كان الطبيعة ديال الرضيع عندو لي كاز بزاف نتفاداوهم منديروهمش وإلا مكانش عنده كندخلهم لي حتى هما فيهم قيمة غذائية عالية فبالنسبة لهاد الأنواع ديال الخضر كنوعو كل مرة تنديرو ثلاثة أربعة الأنواع خمسة على حسب شنو المتوفر الأهم والأساسي أننا نبداو نوعو في هاد الأنواع الخضار كل مرة ندخل له واحد النوع من الخضار ونشكل له هاد هاد الطبق ديالو ونبداو ندخلوا له حتى الحبوب يعني ملي تنطيبوا هاد هاد الشوربه هذه هاد, هاد الخضر كنزيدوا مره الرز مره اخرى تنقدروا نديروا الشوفان مره اخرى كنقدروا نديروا داك العدس الاصفر مره نديروا داك القمح ديال القمح البلدي يعني السميده ديال القمح البلدي او السميده العاديه يعني كل مره كندخلوا واحد النوع من هاد الانواع ندخلو ممكن ندخلو التمر فكنطيبو كلشي في الماء وكنطحنو وتنزيدو ملعقة زي ديال زيت الزيتون في الأول كيف قلت لكم نبداو غير بالماء نهار الأول ومن نهار الثاني نبداو نطحنو والشوربة تكون نوعا ما سائلة وحنا غاديين وكنتقلو فيها وحنا غاديين وكنتقلو فيها حتى كتولي ديك الصوبا تقيلة كناخدوها بالمعلقة وهي واقفة وملي تيبدا كيخرج السنينات كنحاولو نخليو ليه شي طريفات باش يولي يتعلم المضغ فبالنسبة لهاد الخضار كلها كيف قلت لكم ممكن نديرو هاد الانواع ديال الخضر وندخلو معاهم مرة تفاحة مرة بوعويدة وبالنسبة للبنان انا شخصيا ما كنطيبوش كنخليه آه، كنديرو معهم في الاخر كنطحنو واخا هو كي... انا انا كيعجبني نديرو ليه بوحدو ونعطيه له بوحدو او نديرو على شكل كومبوت يعني كندير آه بحال التفاحه مع كورجيطه او خيزويا كن كنطيبهم في شويه الماء آه، فيه ما فيهم الماء بزاف كنخليهم غير كان كنزيد واحد معلقه او جوج ديال عصير البرتقال كنطحنو بهم ممكن نزيد شويه د البنان ليه ممكن تكون وصفة أو تكون يعني بين الوصفات يعني في الكوتي يعني كتلكم هاد 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 التشكيله اللي عطيتكم كتنوعوا فيها كتخلطوا فيها كيما بغيتوا ان شاء الله كيف قلت لكم راه كل انا غادي ننزل لكم الوصفه من بين هاد الوصفات هادو باش تكون الفكره اكتر وضوح فندوزو لسيغيلاك كما قلت في الفيديو السابق انني غادي نعطيكم سلالة الطبيعي يعني سلالة المنزلي اللي انا كندير فانا كناخد اما الشوفان او القمح او الروز او 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 التشكيله كنخلطهم كاملين ممكن ان نطحن كل واحد على حده ونستعملهم يعني كناخذ فيهم معلقه ولا جوج كنديرها في الماء وتنطيبه في الماء ومن بعد كنزيد شويه زيت البلديه وكنعطيه ليه وانا شخصيا ما كنطحنش انا كناخذ ملي تنبغي نصايبلو كناخد كناخذ الروز او الشوفان او السميده ديال القمح او كنخلطهم كاملين كنديرهم في واحد لا كنديرهم في الماء حتى كيطيبوا وكنطحنهم كنزيد لهم شويه زيت البلديه ممكن نزيد التميره ويولي عندك سيليلاك لك يعني بالتمر او نزيد تفاحه او اجاصه وسي عندنا بالفواكه وبالنسبه لسيريلاك بالعسل آه ف فتجنبوا تماما العسل في هذه الفتره هذه حتى يكمل الرضيع العام ديالو فكما شفتوا معايا هذه هي التشكيله ديال هذا هو التنوع يمكن نوعوا فيهم نشكلوا فيهم تاكرو فيه للرضيع في يكفي اننا ناخذ من كل حاجه ونشكلو على ذوقنا او على اشنو المتوفر وان شاء الله كيخرج لك واحد واحد الطبق اللي هو رائع ومغذي بالنسبه لواحد النقطه بغيت نشير ليها حتى هي بزاف الناس ولاو يعني تناساوها اللي هي العصيده فهي كتعوض السليلاك وحسن من السليلاك لانه هي اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت يعني القيمه الغذائيه ديالها عاليه وغاليه فممكن ناخذ الدقيق ديال الذره او اللي هو احسن واغنى واغلى من ناحيه القيمه الغذائيه اللي هو الشعير فالدقيق ديال الشعير يعني رخيص مجرد يعني واحد عشرة دراهم الا جبناها راه غتضربني واحد المده اللي هي كبيره بزاف فناخذوا هذاك الدقيق نغربلوه ونديروه في الماء ونديروه تا هو يطيب واحد شويه راه دغيا تيطيب وملي تنزيدوا واحد المعلقه زيت البلديه وكنعطيوه كاكله للطفل سريعه ومغذيه أحسن من من سيلغي لكن هو راه تيبقى راه فيه مواد حافظه بالنسبه لسيغيلا كما قلت لكم في الفيديو الاول آه انه كيبقى هو يعني في الـ في الـ يعني في الاوقات الحرجه ولا الاوقات الضيقه ولا تنكونوا في الطريق مسافرين او عند الناس وما ديناش معنا يعني تيبقى هو آه كنستعملوه بحال شي حاجه اللي هي طارئه وصافي ماشي ماشي كنبازيو عليه ماشي يوميا يعني وتنحطوه آه تنبداو حيت هو ساهل كنبداو كنعطيوه بيبي راه كاين وصفات ساهلين بحال الشوفان الشوفان راه دغيا في البلاصه الرز وراك هو راه كديريه راه كاين واحد النوع ديال الرز راه دغيا كيطيب ممكن تطحنيه وتعطيلو السميده تا هي راه دغيا كطيب الشعير كيطيب يعني الدقيق ديالو فان شاء الله غادي نبدا ننزل لكم كما قلت لكم كل وصفه على حده ومن بعد غادي نجمع لكم الوصفات كلهم في واحد لا فيديو باش اللي ما يقدرش يقلب على ال... على ال... يعني ال... هاد الفيديوهات اللي كتكون مفرقه كيجيه كي صعيب ويمكن ما, ما يوصلوش ويمكن ما يوصلوش ف فبهاد الطريقه غادي تجي سهله ان شاء الله وبالنسبه للوصفه ديال اليوم غادي غادي نحط لكم هذه الوصفه اللي هي عباره عن ما بين الخضر والفواكه فكي الجزر والبطاطس والتفاح والخس والشوفان والقرعة الخضراء والطميرة فكنشكلو كيما بغينا بحال هكا كنطيبو في الماء كتسلق كيبقى فيها واحد شويه د الماء كنطحنو كنزيدو معلقه زيت البلديه ها الوصفه ديالنا بقيمه غذائيه عاليه وكتجي بنينه وراها براسكم راه غتبداو تاكلوا معهم انا شخصيا كنبدا ناكل معاه فكنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم هي شويه طويله ولكن كحلقه اولى بغيت نعطيكم فيها واحد الفكره عامه على كل شيء باش ملي نبدا نلوح لكم الوصفات تكون عندكم واحد الفكره ديجا خديتوها وتبقاو تذاكروا نتوما لريوسكم ان شاء الله وتجيكم الوصفات متنوعه جدا وما يبقاش عندكم اشكال اشنو نعطي البيبي اليوم اشنو نعطي غدا اشنو أه تقضي الحبوب ديالك هم كاملين كل نهار هزي واحد النوع لحي مع الخضر او الفواكه اللي كاين عندك أه طحني زيدي معلقة زيت البلديه ها الوصفه الوصفه ديالك موجوده أه بالنسبه أه نسيت ما ذكرتش لكم اللحوم هذه الفترة كنزيد واحد طريف صغير ديال إما دجاج إما لدند إما الدجاج أو لدند اللي هو الديك الرومي أه طريف صغير مرة مرة كنزيدوه مع هذه المكونات بالنسبة للحم أنا شخصيا ما كنديرش اللحوم الحمراء حتى كيكمل السنة ديالو يعني حتى كيدير العام يعني حتى كيدير العام بالنسبة للحوت هو مجهد من ثمان شهور انا مره في شهر كندير له طريف صغيور وحبه دا يكون واحد النوع اللي هو اللي هو خفيف وما يكونش الفواكه البحر فواكه البحر حتى يكمل سنه لا فيديو ديال اليوم الثلاث كنتمنى تشاركوا في القناه وخصوصا يعني تفعيل الجرس باش وقت ما وقت ما شي فيديو يوصلكم كنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم كيف كنقول ديما ونخليكم حتى لفيديو فيديو جايه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته